الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. القرآن ده أخواننا من أساليب في بيان الحق أن يضرب للناس الأمثال. قبل ما أنت تعارض أو تعترض أو تكورك، أسمع القرآن خير لك، عشان ما تجي تتورط يوم القيامة ويشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن. ربنا عز وجل قال في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فده إنسان بيشكو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أعرض عن القرآن. وكورك لما بيسمع الآيات والأحاديث لابد أن تنصت إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زول بيجي بيقول لك أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا له القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا له أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صوت فوق. المفروض لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حاجة تستبشر وتسر، ده نمرة واحد. نمرة اثنين تنصت وتصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع ما جاء في الأحاديث. وهكذا كان الصحابة والسلف يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان لما يكلم الناس بالأحاديث، واحد من الطلبة يفرفر ولا كده في الحلقة بتاعت الحديث طوالي، الإمام مالك بيقول لهم لغينا المجلس، لابد الناس يتأدبوا. لكن كثير من أطباع الطرق الصوفية لما يسمعوا الأحاديث ما أدبهم شيوخهم، لأنه أصل الشيخ علاقته بالمريد والجماعة المعاو إما نوبة نطيط ما في وقت ذاته يسمع، فهمته؟ أو إنه يكون شغل بتاع مهيوبة يأكله، يا نططوا يا نزلوا تحت أكلوا يا يدردقوا في التراب يكلموا بالحديث بيتين ما في. عشان كده نحن في الحلقات دي أخواننا بكلموك بآيات وبكلموك بأحاديث. أنت أسمع الآيات دي وبعدين لما تمشي البيت أمشي أفتح المصحف شوف هل الآيات دي صح ولا غلط، فهمت؟ فربنا قال له دعوة الحق. له أي لله دعوة الحق. دعوة الحق معناه شنو؟ قال ابن كثير رحمه الله بسنده إلى علي بن أبي طالب، بالإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال دعوة الحق التوحيد. يعني ربنا له التوحيد. وقال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال دعوة الحق هي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله حقت ربنا سبحانه وتعالى خاصة به. معناته شنو؟ معناته إن العبادة دي كلها مفروض نتوجه بها إلى واحد وهو الله جل وعلا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال للناس العبادة دي حقت الله، طيب الناس الما دارين يدوا العبادة لله براو دارين يدخلوا مع الله مخلوقين، ربنا قال عنهم شنو؟ قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لأنه ربنا سبحانه وتعالى مالك، ودل شنو؟ دل فقراء مملوكين عبيد زي رب زي بقية العباد المربوبين لربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو القادر وديل عاجزين. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني وده شنو؟ ديل فقراء. ولذلك ربنا قال لك اللي بتدعوه من دون الله دايره يديك ولد، دايره يديك رزق، دايره يحفظك، دايره أي حاجة من الأمور دي
ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. ركز معي أصوي زول الكلام ده بيحرقه تلقاه بكورك من برا ما تناقشوا ذاته إن شاء الله حلقتين ثلاثة لو زول داير الحق تلقاه قاعد قدام زي بقية المشايخ والناس المحترمين القاعدين فهمت؟ وأما إذا زول بتاع باطل وما داير الحق بيقوم بفوت فهمت؟ فربنا قال لك ده ما بيستجيب لك زي شنو؟ قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ابن الجوزي رحمه الله نقلا عن بعض السلف في تفسير زاد المسير قال زي زول الواقف فوق البير بفوق وما ادي يدينه للموية في قعر البير وما ادي يدينه بيقول للموية تعالي داير الموية تحصل خشمه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه عشان الموية تحصل خشمه وما اتخذ له سببا ما شال له دلو فهمت ولا جركان ربط فيها خيط ولا حاجة عشان يرفع بها موية. السؤال اللي بيطرح نفسه هل الموية بتصل لخشم الزول ده؟ ما بتصل. كذلك من يدعو من هو مخلوق ولو كان هو أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وربنا سبحانه وتعالى قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم واتخذوا من دونه آلهة ما هي صفة هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا أنت لقيت لك زول راجي راجي له موية من بير وما ادي الدين ومدلدلة في البير كويس وراجي الموية عشان يشرب قاعد 12 سنة مش بتقول الزول ده شارب له حاجة مش بتقول لا فيها بكرتين صح ولا ما صح؟ طيب ده مجنون في نظر الناس والبنادي له بني آدم زيه كيف كده بالراحة معانا يا صوفي ركز معانا. نفترض معاك الآن إنه البرعي ده جوا الجنة وأحمد التجاني جوا الجنة كلهم في الجنة خلاص. طيب الزول ده الآن بقى رفات بقى عظام يعمل لك شنو؟ ما كذب العقل كده هل بيقدر يديك رغيف تاني؟ مش انت قلت الشيخ بدي تاني ما في صوف يقف معانا في الصف بتاع الفرن تمشي للشيخ يديك العيش 7 بجنيه خلاص؟ نحن الواحدة بجنيه دي خليها لنا. ما قلت ابوك الشيخ بدي ابوك الشيخ بدي كيف؟ ابوك الشيخ ما عنده حاجة سروال ما عنده ابوك الشيخ انت غسلته وكفنته وجدعته في ود اللحد ودقيت الطوب ودقيت الطين وعملت فوق التراب وبنات فيه واسمنتي كمان خالفت الحديث فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر بنيت القبر وزينته ووصلت له كهرباء وعداد وجمره خبيثه فهمت؟ تاني ابوك الشيخ ده يديك كيف؟ ابوك الشيخ ذاته بتلقاه واقف في الصف بتاع العيش ده ها؟ ابوك الشيخ ذاته ما عنده لك حاجه عشان كده يا اخواننا الزول الدائر من غير الله ده زول سفيه زول ما عنده عقل زي ما الزول الواقف في البير دار المويه تصله وما اتخذ سببا ده زول سفيه زول سفيه تنادي لك زول ما بيقدر ولا يملك ولا عنده اي حاجه بل الشيخ فقير الى الله الزول تلقاه عيان امشي للشيكانيبه وامشي للازرقاب وامشي لازرق طيبه كويس يا اخ والله قبل فتره ماشيين فهمت ماشيين على لبيط أكثر من 40 جنبه هؤلاء لواري ملانات عيش وسمسم ومحاصيل وخيرات ماشيين بازرق طيبة امشي المسكين ده يودي الحاجات دي لأبو الشيخ وأبوك الشيخ بيفتح المخازن يقول لك طبعا أبويا الشيخ ده ما عنده جيب في جيب يشيل له شوال عيش أنت ما عندك مخ ولا شنو أبوك الشيخ بيشتغل بالمخزن أنت ما مسكين ساكت أبوك الشيخ ده التمساح الكبير فهمت ما بسوي جيوب
يجيك الزول المسكين يقول لك يا سلام ابويا الشيخ زاهد في الدنيا ما عنده جيب، في جيب ما الجيب ما بشيل الحاجات دي، في جيب حصل يوم زول شال له قنطار في جيب ما بشيل الشغله دي. كويس، امشي لابوك الشيخ يقول له ابويا الشيخ انا عيان، ابوك الشيخ اكتب له ورقه، فهمت؟ همسا همسا، لموسا لموسا، هموسا هموسا. دلل البرهانيه. السمانيه شقش اثنين، شقموش اثنين، راعي المنخ اثنين، العجل اثنين، الساعه اثنين. انت عيان؟ اكتب لك الكلام ده. ابوك الشيخ ذاته لما تمسك الملاريا تلقاه ارجف تقول قاطع شيالات، ابوك الشيخ ذاته العامل شعراته زي المسمار بتاع الزنك، ابوك الشيخ الوسخ ده ذاته ازرق طيبه ده، فهمت؟ تلقاه بيرجف وعين واحده طافيه، فانوسه ما شغال، فهمت؟ قاطع عرضي، فهمت؟ وابوك الشيخ يودو تركيا عشان يتعالج، الشيخ يودو تركيا، ده الشيخ اللي بينادوا في الشدائد، وده الشيخ يا عوض الجيد ويا رجال العلافون الاسرع من التلفون، ويا مين من المدفونه، ويا برع الغوم، ويا سيدي الحسن، ويا غيره من الشرك ينادي الشيخ. والشيخ لما يبقى عيان بيمشي يتعالج وين يا مسكين؟ يمشي بيتعالج في تركيا. والتوى يا ود الحلال المركز الصحي ما قادر تخشه، غشاك. اول حاجه شال عقيدتك، بعد ذاك ابوك الشيخ سلب قروشك، لعب على الناس. عشان كده ربنا قال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه. الشيخ ده الله ولا دون الله؟ دون الله. ربنا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. عرفته؟ عشان كده إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي شنو؟ الذي فطرني فهو يهدين. ربنا خلقني هو بيهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. لو داير الأكل لو السماء ما نزلت الأمطار والواطاء ما أنبتت العشب والحالة بقت صعبة، فإنت تعمل شنو؟ تقوم تنادي ربنا سبحانه وتعالى. إبراهيم قال لك كده عليه الصلاة والسلام، قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو، ده ربنا سبحانه وتعالى يشفين. والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. داير نعيم الدنيا والآخرة تسأل ربك الكريم الخزائن ملانة. ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو؟ كن فيكون. لكن أبوك الشيخ بيمرض ولا ما بيمرض؟ تلقى أبوك الشيخ الحمى ماسكاه ويكتكت، واحد بيكون بينده فوقه مسكين غشوه ضيعوا له عقيدته، انده في الشيخ. يا أبويا الشيخ عرفته؟ ده من جوا القبر داير الشيخ يديه، وتلقى الشيخ اما ميت او لو تلقاه حي تلقاه واقع له في حمى، ولا تلقى ابوك الشيخ زانقو يسهل، تلقاه 12 ساعه قاعد جوا الحمام، يدقوا له الباب امرق يا اخي احنا عندنا دستور ثاني زيك، ابوك الشيخ حاجز الشغله، حاجزه بيقدر يمسك؟ بيقدر، عنده بلف يمسك بطنه دي؟ بيقدر؟ ربنا سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. عشان كده ربنا قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. الان الشيوخ بتاعنا الصوفيه والبدعوم الناس ديل وين؟ احياء ولا اموات؟ كده خلينا من انتو وهابيه وديلك صوفيه، خلينا من الموضوع ده. ابوك الشيخ وين؟ ربنا قال لنا لو داير تنادي نادي الحي الذي لا يموت. طيب دايرين ننادي معاك شيوخك، شيوخك احياء ولا ماتوا؟ البرع وين؟ تحت التراب، صح ولا ما صح؟ صايم ديما وينو؟ تحت التراب. المكاشفي وينو؟ تحت التراب، كلهم قاعدين جوا تحت، داير بهم شنو انت؟ هسي انا فوق لابوك الشيخ ذاته في فوق مستوى البحر، انا بارتفاع 2 سم بتاع قدم فوق سطح البحر، وابوك الشيخ تحت،
حفر له تحت مطمورة وفي المطمورة تحت ودلحت، ولا أبوك الشيخ لا في سوق ستة، أبوك الشيخ وينه؟ عرفتها؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك تنادي، ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. خبيرة أقدم الشيخ مزمل فليتقدم مجزيا مشكورا.